تسلم حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة ملك البلاد المفدى حفظه الله ورعاه اليوم من صاحب السمو الملكي الأمير تركي الفيصل رئيس مجلس إدارة مركز الملك فيصل للبحوث والدراسات الإسلامية بالمملكة العربية السعودية الشقيقة كتاب الملف الأفغاني وهو من تأليف سموه. جاء ذلك خلال استقبال جلالته أيده الله لكبار المشاركين في مؤتمر حوار الملامة، وأعرب جلالة الملك المفدى عن شكره وتقديره لصاحب السمو الملكي الأمير تركي الفيصل على هذا الإهداء القيم متمنيا لسموه دوام التوفيق والسداد.